صباح سعيد على مشاهدينا وحلقة جديدة من الألف للياء. والنهاردة هنتكلم عن تربية الأبناء وتعليمهم فن لأصول، لأن في بعض الأمهات مش عارفة تتعامل مع أولادها في المذاكرة، فتقول لابنها لما يكون مش عايز يذاكر أنت فاشل، أو ممكن تقول له كمان بقابلني لو فلحت، وممكن تستخدم أسلوب التهديد والتخويف، وممكن الموضوع يوصل للضرب كمان. وكل اللي عملته الأم هيكون ليه عواقب سيئة على ابنها أو بنتها في مرحلة الطفولة والمراهقة. هنعرف تفاصيل أكتر مع ضيفتنا الدكتورة نهى الخولي، استشاري نفسي. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا وسهلا، زي حضرتك؟ تمام الحمد لله. في بعض الأمهات بالذات في موضوع المذاكرة بتتعامل مع ابنها بطريقة مش صحيحة، يعني ممكن تقول له ألفاظ سيئة، ابقى قابلني لو فلحت، أو أنت فاشل، بالذات في مرحلة الابتدائي لما الطفل بيكون لسه داخل المدرسة جديد، الأم مش عارفة تتعامل مع الواجبات، والولد نفسه بيجيله صدمة لأنه هو في كي جي 1 وكي جي 2 ما كانش عنده واجبات قبل كده، فالطفل بيتصدم إن عنده واجبات، والأم كمان بتتصدم إن مطلوب منها تخلص الواجبات دي، فبتبقى مش عارفة تتعامل إزاي تقعد ابنها يذاكر، وبالذات لو الطفل كمان مش سهل إن أنت تقعديه. تعمل إيه الأم في الموضوع ده؟ عايزه اسالها سؤال، الام انت عايزه ابنك يتعلم يذاكر ولا يحل الواجب؟ تمام. لو انا الام عايزه الابن يلا خلص الواجب، يلا ورانا واجبات، يلا يلا، هتلاقي صعوبات في عمل مذاكره او الواجبات مع ابنها. لو الام عايزه ابنها يتعلم يعني ايه مذاكره، هيبقى التعامل معاه بطريقه مختلفه. تمام. بمعنى هتبقى اهدى، هتبقى متفاهمة ان احنا مرحلة عمرية لازم نتعامل معها بهدوء. يعني لازم الام ما تتعصبش. بالظبط كده، لان اللي هي هتعمله هيبقى راسخ في عقل الولد طول عمره عن المذاكرة. هيبقى ده الشكل اللي هو بذاكر بيه، يا اما بشتيمة، يا اما بتلطيشة، يا اما بشبشب طاير. فيعني هي عايزة ايه؟ لو هي عايزه تعلم ابنها ازاي تذاكر عشان بعدين انت المذاكره دي هيبقى منها هتحدد مستقبل، هيبقى طريقتها مختلفه عن يلا عندنا واجبات لازم نخلصها ولازم تنام ولازم تصحى الصبح عشان تروح المدرسه. تمام. طب تعمل ايه عشان تحفزه وتخليه يحب المذاكره، ما تبقاش بدايتها بقى تلطيش وضرب وتبقى هي كمان مش طايقه تذاكر والولد مش عايز يذاكر؟ تمام، بيعتمد على المرحلة العمرية. بالنسبة للأطفال هيبقى فيها حاجة اسمها سياسة الثواب والعقاب، يعني إذا أنت هتذاكر وخلصت اللي وراك هيبقى فيه 1 2 3، ما خلصتش 1 2 3 دول مش هتاخدهم. فبتكون واضحة وزي ما بيقولوا فيرم، يعني تبقى محددة وحنينة في نفس الوقت. يعني هو مش بقولك أنت مش هتعمل كذا بزعيق، لا، بمنتهى الهدوء. طب لو طفل عنيد، يعني طفل عنيد مثلا، الام بقى كويسه وحنينه وبتعمل كل حاجه وفاهمه اسلوب التربيه الصحيح، بس ابنها هو اللي متعب وعنيد ومش عايز، حتى مهما تعاقبه مفيش فايده، تعمل ايه معاه؟ الطفل ما هو الا سفنجه ليه افعالنا. فلو انا عندي طفل عنيد يبقى معنى كده عندي طفل عايز يلفت النظر ليه، يبقى معنى كده هو مش واخد الحب والحنان والرعايه الكافيه. عشان كده هو بيعند معايا، هو بيعند معايا عشان يلفت نظره ليا. فبالتالي الطفل العنيد ده لازم اساله، طيب احنا نهايه اللي انت بتعمله ده ايه؟ لو هو في مرحله عمريه بيعرف يرد هيقولك لا ولا حاجه. تمام. هيبتدي لغه الحوار تختلف لما الولد يحس او البنت تحس ان الام بتحتويها، بتسمعها، بتبقى بتدي للكلمه للطفل او الطفله او الولد او البنت ليها تقل وليها معنى. غير كده مش هيبقى فيه لغه حوار، هيبقى فيه امر ونهي. طب افرض الموضوع كان من المدرسه مش من عند الام، يعني مثلا الولد مثلا مأذي نفسيا، حد من الولاد بيضايقه في المدرسه، المستر مثلا بيتجاهله، ما بيقوموش مثلا زي بقيه زمايله، فبالتالي يرجع ده على البيت بقى ويأثر في البيت. مهما تحاول تعمل الام، لا لازم تساله. ما اول سؤال بتساليه كان يومك شكله ايه؟ ما هنا هي دي لازم نقطة. اعمل موضوع الحوار مع الطفل. بالظبط، لازم يبقى في حوار. ولازم اسمع لغايه لما يخلص، ولازم اشوف اتفهم من احط نفسي، طب انا كنت عيله في مكانه كنت انا هعمل ايه؟ يبقى هنا هديله مش مبرر واحد، كذا مبرر للتصرف اللي هو عمله. تمام. طيب انا مدرس بيتجاهلني، انا بيتنمر عليا، يبقى هنا انا كأم لازم اتدخل. خلاص انا مصدقه ابني.
لما الابن يحس ان امه مكدباه عمر ما هيبقى فيه علاقه صح. لازم يكون العلاقه فيها ثقه ما بين الام وابنها. بمعنى انت انا خبطت حد مش انت عملت كذا كذا وخدي بقى السلم الشتائم الصريخ ده مش كويس بالظبط كده. فبالتالي انا هعمل البلوه مش هقول لك. بعض الاباء او الامهات ممكن يزعق لابنه قدام مثلا حد غريب فدي بتسبب بقى بيهينه مشكله نفسيه للطفل. عارفه لما طفل بيشوف ده او بيعاني من ده بيطلع بمعتقد ايه؟ انا ماليش قيمه، انا ابويا هني قدام الناس، انا امي تنمرت عليا قدام بنت خالي وبنت عمي وبنت اخوه بنت الجيران، يبقى انا ماليش قيمه. اذا هي ما مش شايفه قيمتي مين هيشوف قيمتي؟ بيسبب له اذى نفسي بالظبط كده. ويطلع عندك انسان عنده معتقد ان هو ملوش قيمه. يعني البيت مفروض يكون احتواء للطفل، هو بدايه الاحتواء، احتواء وطولة بال وحسمة عشان افهم، مش حسمة عشان ارد ولا اتشلك انت عملت واحد اتنين تلاتة فاخد على دماغك. لا انا عايز اسمع للاخر، هو احنا وصلنا لده ليه؟ طب انت عملت ايه؟ لما يبقى في لغة حوار بشفافية والصدق تأكدي ان اول حد هيجي يحكي ابوه او امه ايا كان مين هو اقرب ليه. بس هو مش هيروح لو لما يلاقي الرفض في بيته ولما يلاقي ان هو مهان وانه لا شيء هيقول لي مين؟ صح، هيبتدي مثلا يعمل حاجات غلط بقى بالظبط كده عشان يلفت النظر ليه. هيبتدي يبقى عنيد، هيبتدي يبقى عصبي، هيبتدي يبقى قليل الادب، هيبتدي ان هو بيتطاول، هيبتدي هو ممكن يسرق، ممكن يعمل اي بقى حاجات كتير. طيب المذاكره لما الطفل نقعده يذاكر بدايه مثلا من يير 1 السن الصغير ده يقعد قد ايه يعمل هوم وورك مثلا؟ ممكن يكون الهوم وورك كبير جدا بس نقسمه له يعني الوقت قد ايه؟ نص ساعة. وانت كده تقولي له طب يلا نقوم نعمل اي حاجة انا وانت. لو انت في الاول بتبقى الام بتبقى دايما متواجدة عشان تدايركت يعني توريه الطريقة الصح، بس بعد كده في سن معين هي بتقوم وانت تعتمد على نفسك. ولو ما عرفتش حاجة تعالى قولي. نص ساعة عشان الطفل ما يزهقش، نص ساعة ونعمل ناخد بريك 10 دقايق، تعالى نعمل اي حاجة، تعالى نغني، تعالى نرقص، تعالى نخبط بعض بالكورة. الفكره ايه؟ ان انا لازم وقت المذاكره يبقى ممتع، مش اللي هو نكد بقى يوه ده في ده في ده، ما هو هيزهق وهيكره المذاكره بالظبط كده. طيب هل في بعض الولاد بيذاكروا وهم واقفين؟ يعني في بعض الولاد مثلا بيبقوا هايبر اكتيف تلاقيه مش عايز يقعد على الكرسي اساسا، عايز يعمل هوم ورك وهو واقف. طب هساله سؤال. هساله سؤال، انت مرتاح؟ هم هو واقف هيقف كتير، هيتعب هيقعد. اساله انت كده مرتاح؟ طب انت شايف كده انت مركز؟ انا تمام. خلاص تمام، وريني اللي انت عملته. بتبقى طبيعه ما بيحبش يقعد، زهقان من طول النهار قاعد في المدرسه 8 ساعات طول النهار قاعد على قاعد بي 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 بيسمع بياخد دروس. راحته فين؟ انا همشي مع راحته، مش هقل منها، مش هقلل، مش هسخر منها. انا مرتاح كده، انا مبسوط كده، تمام، اديني النتيجه بقى. تمام خلاص. فانا بعلمه هنا ايه؟ انت اخترت ده فتحمل نتيجة اختيارك. انت اخترت تقف وانت بتعمل واجب، تمام، على عيني وعلى راسي. انت مرتاح، تمام، اسيبه بقى. بالظبط كده، هو هيتعب ويقعد بالظبط في الاخر، هيتعب ويقعد. كنت عايزة كمان اسأل حضرتك سؤال، سن المراهقة بقى لما نوصل له بقى بداية من سن 14-15 بيبقى بقى عايز يحس بالثقة بنفسه، مش عايز يسمع نصيحة الام والاب، لو حد جه ينصحه نصيحة يبقى عايز الكلام يبقى قليل، يعني مش بيطيق الكلام قوي، تعمل ايه الام والاب مع السن ده في التعامل؟ هو في السن ده لازم نيجي نقول لولادنا بقى اللي هو لما ابتدي يصل لمرحلة المراهقة كده، نسأله سؤال، هو انت عايز تتعامل كطفل ولا تتعامل كراجل؟ هو انت عايز تتعامل كبنوتة صغيرة ولا آنسة محترمة؟ اصل دي ليها طريقة تعامل ودي ليها طريقة تعامل، والاختيار اختيارك مش اختياري انا. انت عايز تتعامل بايه؟ كإنسان اعتمد عليه ومسؤول عن تصرفاته؟ هنا انا بعزز الثقه في نفسه، بعزز فيه انك انت. طب اعملها ازاي دي يعني؟ لغه الحوار الهادئ، لازم في لغه حوار وهاديه. تعالى تعالى حبيبي، انت دلوقتي بقيت كبير ولد
امور، يبقى في حوار ما بين الام وابنها او ما بين الاب وابنه. بالظبط، يعني ايا كان يجيد لغه الحوار. ساعات الام بيبقى طالع عينها طول اليوم فمش طايقه نفسها، طب يا بابا بقى يبتدي ايه يهندل، يا بابا متضايق ماما تهندل، فيبقى في بالانس في البيت، مش كله ضرب ضرب يعني، فاهمه اللي هو برضه بالراحه. طيب لو مثلا الولد او البنت عايزين يخرجوا لسه خارجين وعندهم امتحانات في سن المراهقة، مش عايز يسمع الكلام، عايز يقلد على اصحابه ويخرج وخلاص، ومهما تمنعيه مفيش فايده، حتى لو منعتيه يقول لك طب والله ما انا مذاكر، طالما منعتيني ان انا مخرجش. ما انا في الاول قايله المذاكره دي في اخرها في ثواب وعقاب، صح؟ في النهايه انت هتاخد حاجه كبيره قوي انت نفسك فيها. عايز تخرج هتجيب لي النمر؟ سؤال، هتخرج انت كل يوم خروج، احنا هنتفق كم مره خروج في الاسبوع، هيبقى في الويك اند، هتبقى مره في الاسبوع. حط له كده قواعد من الاول، زي ما اقول عقد اتفاق. انا بعمل مع اولادي بجيب ورقه عقد اتفاق، هيبقى يوم كذا في خروج، يوم كذا في كذا، وتمضي وانا امضي، ولا هيخل بالعقد انا مش ملزمه بالثواب. تمام. فبالتالي انا بعوده على ايه او بمرنه على ايه؟ انك كلمتك عهد، وانك انت مسؤول على اللي انت بتقوله، ومسؤول على القرار اللي انت هتاخده، غير كده انت بالنسبه لي طفل، فحمارس عليك السيطره الكامله، انت عايز ده ولا عايز ده. دايما دايما في حواري مع المراهق وما فوق حريه الاختيار. طب المقارنه بقى، لو في مقارنه الام بتقع فيها، تقارن ما بين مثلا الولد واخته، تقول له اختك اشطر منك وبتجيب درجات كويسه، وانت اللي عمال تجيب لي درجات مش كويسه ومش فالح، طبعا بتحبطه نفسيا. نقول ايه للام دي؟ انت عايزه توصلي، انت عايزه تحفزيه، انت مش بتحفزيه، انت بتحطميه وبتخليه ان هو دايما يحط نفسه في مقارنه مع الاخرين. لازم يحس ان قيمته من ذاته، مش ان هو انا احسن من اختي او احسن من ابن خالي او احسن من ابن عمتي. لا، لازم الام دي تعرف انك انت كده بتحطميه تماما، هو واخته. مش هو بس هتعمل كده عداوه بينه وبين اخته. بالظبط كده، هيبص لها بنظره ان ماما بتفضلها عني، يبدا بقى ما يحبش اخته. ما هي في كل الاحوال هي خسرانه، يعني هي لو استخدمت سياسه المقارنه هي خسرانه، هي خسرانه، هي ما وصلتش لهدفها، هي خسرانه، زرعت ال مش هقول الكره، اللي هو مش طايقها، يعني مش عايزه اعرف، مش عايزه اشوف اختي ولا اخويا، ده المفضل، ده ابتدي ممكن انمي عداوات ملهاش اي لازمه. طيب عايزين من حضرتك روشتة بقى نقولها للاباء والامهات، ازاي يتعاملوا مع ولادهم في السن الصغير، سن دخول المدرسه وسن المراهقه، اللي هو السن الصعب اللي بيحصل فيه صدام دايما ما بين الاهل وما بين ابنهم. عايزه اقول لهم كلمه واحده، افتكر وانت صغير كنت حابب تتعامل ازاي. افتكري وانت صغيره كنت حابه يتصرفوا اهلك معاكي ازاي، وعلى اساسه الحب، الاحتواء، الاحترام، حسن الاستماع، ده مفاتيح النجاح. دي اهم حاجه مع اولادنا، عشان نحصد اللي بنزرعه نخلي بالنا احنا بنزرع ازاي، لان من زرع حصد. بشكر حضرتك يا دكتوره نهى، شكرا، شرفتينا نورتينا. وعايزه اقول ان التربيه الايجابيه اساسها الحوار، حوار يعني اقناع، ان انا اتكلم مع ابني وبنتي اقنعهم بوجهه نظري او وجهه نظرهم. بشكر اعزائي المشاهدين، وهنخرج لفاصل، وشكرا.